اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهات. مفيش حد بيوصل للنجاح من غير ما بيعدي بثلاث مراحل: فشل، تعب، ياس. بس صاحب الاراده الحقيقيه القويه هو اللي بيعدي وما بيقفش على المحطات دي كتير. طبعا احنا عارفين قصه الطالب اللي هو كان في جامعه احدى جامعات كولومبيا. الطالب ده دخل المحاضره متاخر فقعد في اخر القاعه وطبعا نام، ده كعادة ناس كتير خالص أو طلبة كتير جدا يعني، فنام. فصحي في آخر المحاضرة على أصوات زمايله وخلاص المحاضرة انتهت وخلاص هيمشوا، فبص على السبورة لقى إن في مسألتين مكتوبين على السبورة فنقلهم وخرج من القاعة وروح البيت. بص على المسألتين لقاهم صعبين جدا فمعرفش يحلهم، فاضطر إن هو يرجع للمكتبة بتاعة الجامعة ويجيب الملازم اللازمة لحل المسألتين دول. فضل 4 أيام يحاول ان هو يحل المسألتين، محلش الا مسألة واحدة، يعني بعد 4 أيام بالظبط حل مسألة واحدة. وبعدين طبعا راح المحاضرة بعدها فبيقول لقى الدكتور ان هو مطلبش الواجب او مطلبش منهم حل المسألتين دول، فاستغرب فراح للدكتور فبيقول يا دكتور انت ما طلبتش حل المسألتين اللي كانوا موجودين. قال له بس انا ما طلبتش حلهم ولا اديتهم انهم واجب. هو طبعا نسبة ان هو كان نايم فمعرفش ايه هو ده، هو افتكر ان هو واجب. فقال له ده انا اخدت 4 ايام بحل في المساله دي، في المساله الاولى، يعني ما حلش منهم الا مساله. فالدكتور استغرب جدا قال له يا ابني المسالتين دول اصلا عجز العلم عن حلهم. المختصر من الموضوع ده ايه؟ ان القناعه السلبيه عند العلماء حتى ان هم يحاولوا او يفكروا ان هم يحلوا المساله دي مفيش، فجالهم ان العلم عجز عن حل المساله. والطالب ده لو كان صاحي ما كانش برضه حله، خلاص هو فكر وهياخد اعتقاد من الدكتور اللي قدامه ان العلم عجز عن حلهم، فما كانش هيفكر ان هو حتى يحاول يحلهم. المختصر في ده كله ان احنا لازم يكون عندنا طموح، يكون عندنا اراده قويه، مش نشيل كلمه مستحيل من قاموسنا دي، ما فيش عندنا كلمه مستحيل، ما فيش عندنا حاجه اسمها مش ممكن. كل حاجه تتحل، كل حاجه ليها حل. النهارده هيكون معايا شاب، الشاب ده عنده كذا موهبة، مواهب كتير جدا اتجمعت في شخص واحد. الشخص ده عنده طموح ان هو يوصل يبقى حاجة كبيرة جدا. طيب عايز افهم يعني ايه مفهوم الطموح اصلا، يعني ايه طموح؟ الطموح لو جينا فصصناها حرف حرف هنلاقي ان الالف استعد، اللام للنجاح، الطاء طور، الميم مهاراتك، الواو وجه، الحاء حياتك. استعد للنجاح، طور مهاراتك، وجه حياتك. ده مفهوم الطموح. يا ريت يكون عندنا طاقه ايجابيه ان احنا كل حاجه ليها حل، وان احنا ما دام حطينا هدف قدامنا هنوصل له بالاراده القويه. صاحب الاراده الضعيفه عمره ما هيوصل لحاجه. عشان كده النهارده معايا شاب جدا انا فخوره جدا بيه. لما كنت بتكلم معاه قبل الهوا ما شاء الله عنده كم حاجات نفسه يعملها، عنده طموح ونظره كويسه للمستقبل لبكره. نطلع لفاصل ونرجع نشوف ضيفنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بعبد العزيز محمد من المنيا. اهلا وسهلا بيك، ازيك يا عبد العزيز؟ الله يخليك يا عمي. اهلا وسهلا بحضرتك. في بداية كده عايزك تعرف نفسك للمشاهدين. انا اسمي عبد العزيز محمد من محافظة المنيا مركز مطاي، وان شاء الله الموهبة بتاعتي الغناء ان شاء الله. تمام، انت جبت السؤالين في سؤال بقى. طيب انت بتقول انت عندك كام سنة الأول؟ عندي 16 سنة. 16 سنة. طيب امتى انت بتقول موهبتك الغناء، امتى اكتشفت الموهبة دي عندك؟ اكتشفت الموهبة دي في المدرسة من وانا عندي 10 سنين. كنت في المدرسة في إذاعة مدرسية وطلبوا مني ان انا اغني لهم في الإذاعة أغنية دينية في الإذاعة، فانا رحت قلت لهم ماشي وحضرت فغنيت فعجبوا الطلاب والمدير. يعني اول حاجة كانت في ابتدائي يعني. كانت في ابتدائي. طب انت فاكرها الأغنية؟ اكيد لازم طبعا اول حاجة في بداية مشوار اي حد بيبقى فاكرها مش ناسيها يعني. فاكر الأغنية. طب غنيها. ممكن اغنيها ولا نسيتها؟ لا فاكرها عادي. طيب غنيها.
تمام ماشي. Every time you feel like you cannot, you feel so lost and that you're so alone. All you use is night and darkness all around. You feel you helpless, you can see what's right to go. Don't despair and never lose hope. God Allah is always by your side. Insha'Allah, you'll find the way. Insha'Allah, you'll find the way. والله جميل، صوتك جميل على فكرة فعلا يعني. طب أنت مين شجعك على الغنى؟ انا اهلي شجعوني بصراحه يعني، ووقفوا جنبي جدا، واول ما شافوا الموهبه دي فقالوا لي لا ده انت كده لازم تستمر، واحنا وراك ومش هنسيبك لحد ما تحقق طموحك اللي انت يا رب انا خلقك عشانه. وايه طموحك بقى؟ طموحي ان شاء الله ان انا اكون مطرب هادف، واكون في ناجح في مدرستي طبعا، ده اول حاجه لازم أنا أكون ناجح في مدرستي، وإن شاء الله هستمر في اللي أنا فيه لحد ما أوصل للنجاح اللي أنا عاوزه. تمام، حلو جدا، يبقى عندك إصرار، يبقى عندك عزيمة. طبعاً بس أكيد الإصرار. طبعاً زي ما البني آدم زي ما بيقابل ناس بتشجعه على الحاجة اللي هو عايز يوصل لها، بيقابل برضو ناس يعني بتحبط فيه، أو اللي هي عايزة إيه خلاص عايزة تدف عزيمتك عشان ما توصلش. فإيه المشاكل اللي واجهتك أنت في موضوع الغنى ده؟ أنا قابلت ناس بصراحة يعني، في اللي قال لي صوتك عاوز تتدرب عليه، وانا خدت بالنصيحه بتاعتهم يعني، النصيحه السلبيه والايجابيه لما الواحد ياخد بيهم بيحسن من مستواه. لا هو ده مش احباط، لما حد يكلمك يقول لك ان انت مثلا صوتك لا محتاج تدريب شويه، ده مش احباط، ده بالعكس هو كمان ده بيزيدك انت. اه طبعا ان انت بيزيدني ان انا اتدرب واطور في نفسي. في بقى ناس بتقول لا انت ما تغنيش خالص، انت صوتك مش حلو خالص يعني، ما تغنيش خالص. فانا بصراحه لقيت النسبة السلبية دي قليلة جدا. تمام. فلقيت ناس تانية النسبة العالية اللي هو بيقولوا لا استمر ده انت صوتك جميل، فخدت بالنسبة العالية. لكن لو كان لقيت الجمهور كله بيقول لي ان صوتك مش حلو، فأكيد طبعا كنت هتراجع عن الموضوع، دام كل الناس كده بتقول لي كده فأكيد هتراجع. بس أنا بخالفك في النقطة دي على فكرة، لأن أنت اقتنع بنفسك الاول عشان اللي قدامك يقتنع بيك. لو انت من جواك مش مقتنع بنفسك عمر اللي قدامك ما هيقتنع بيك. طبعا طبعا انا مقتنع بنفسي جدا. انا مقتنع بنفسي جدا وباللي انا بعمله. وانت لو مقتنع بنفسك ما تقولش ان انا لو كل الناس اجمعت ان انا مثلا صوتي مش حلو مش هكمل. لا بالعكس، المفروض ان انت عزيمه تثبت للناس دي ان انت فعلا صوتك حلو. وان شاء الله انا اثبتت لهم بالاغنيه بتاعتي دي، طبعا اهداء للكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي. وطبعا اتفرجوا على الاغنيه وعجبتهم جدا. انا هاجيلك في النقطه دي، هاجيلك بعدين، بس انا عايزاك تسمعني زي ما انت سمعتني انجلش، عايزاك تسمعني اغنيه بالعربي. عايزين نسمع صوتك في الاغاني العربي. تمام. من يوم بعدك وانا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين. صعبا على قلبي فراقك، طب هعمل ايه؟ جوايا حنين علشانك ازاي الاقيه؟ طمنا عليك قول فين الاقيك، مش باقي عليك وبموت من شوقي فيك، وازاي نعيش لو شويه مش قادر انسى. طمنا عليك قول فين الاقيك، مش باقي عليك وبموت من شوقي فيك، وازاي نعيش لو شويه مش قادر انسى. صوتك بجد جميل، سواء انجلش سواء عربي يعني. انا فخور جدا بكده.
تمام. طب انت بتطور نفسك ازاي يا عبد العزيز؟ انا كان في طبعا اتعرفت على مطربين، قعدت معاهم بيدربوني على حاجات، هم طبعا دارسين فعارفين احسن مني، فبيدربوني على حاجات وعلى اليوتيوب، وكل ده بتدرب على حاجات لحد ما اتحسن من مستواي واطور من المستوى اللي انا فيه. وانت بتكتب يعني اغاني لوحدك ولا انت بتغني للمطربين؟ لا، هو اللي بيكتب لي اغاني ده طبعا شاعر. يعني في حد بيساعدك؟ في حد بيساعدني. تمام. طبعا الشاعر محمد الزغبي ده بيساعدني، هو اللي بيكتب الاغاني، هو طبعا كاتب كلمات الاغنيه بتاع مؤمن يا بطل. هو اللي كاتب اغنيه مؤمن يا بطل. انا قبل الهوا انا استغربت من حاجه بقى، عشان اجي لك في السؤال ده، السؤال ده فعلا انا عايز اعرف اجابته منك. انت قبل الهوا قلت لي ان انت زملكاوي. طبعا. تمام. ومع ذلك لقيتك بتقول ان انت عامل اغنيه للمؤمن زكريا، الكابتن مؤمن زكريا. طبعا انا عامل اغنيه للكابتن مؤمن زكريا، طبعا ده لحبي فيه جدا، وهو لاعب كبير جدا، وان شاء الله ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه. واحنا طبعا مصر كلها بتشجع مؤمن زكريا، يعني مش عشان انا زملكاوي يبقى انا ما اشجعش مؤمن زكريا. هي روح رياضيه حلو يعني، انت طبعا لازم ان اكون عندي روح رياضيه. الروح الرياضيه هي اللي بتفيد، وان شاء الله مؤمن زكريا يرجع للملاعب تاني. ان شاء الله يرجع احسن من الاول، وان شاء الله يرجع للملاعب تاني ونتفرج عليه تاني. طيب، وهو في الـ تمام، اتفضل كمل. هو سبب طبعا فرحه كل اهلاوي في اي ماتشات كبيره، فلازم ندعي له ان شاء الله يعني ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله باذن الله. هم في الاعداد بيقولوا لي ان الفيديو جاهز، الاغنيه اللي انت غنيتها المؤمن الكابتن مؤمن زكريا جاهزه. تمام، نطلع نشوفها وبعدين نرجع. مصر كلها وراك، طول عمرك لعيب وإنسان أخلاق، أنت مش لوحدك، لا ده احنا معاك، يا رب ارفع عنك الشر وكل بلاء، أنت مش لوحدك، لا ده احنا معاك. وتيشيرتك الغالي يلمع، نشوفك نقول الله، اللي جاي هيبقى أحلى، عندك كتير ولسه هتعدي بروح وهمة، وسيبها كده لله. قادر ترجع يا غالي، يلا كده فرحنا والملعب ينور تاني، أهلاوي أو زملكاوي بنحبك أكيد، كبير ولا صغير رجوعك لينا عيد، أهلاوي أو زملكاوي بنحبك أكيد، مؤمن يا بطل مصر كلها وراك، طول عمرك لعيب وإنسان أخلاق،
عايزك لا ده احنا معاك يا رب ارفع عنا الشر وكل بلاء انت مش لوحدك لا ده احنا معاك يا رب ارفع عنا الشر وكل بلاء نقول الله اللي جاي هيبقى أحلى عندك كتير ولسه هتعد بروح وهمة وسيبها كده لله بجد. رجوعك لينا يا كابتن مؤمن عيد طبعا ان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل وترجع تنور الملاعب من تاني. وبقول لك يا عبد العزيز بجد يعني دي حاجه جميله جدا، حاجه فوق الوصف صراحه، انك انت كمشجع اهلاوي وعامل اغنيه بالجمال ده لكابتن مؤمن، دي حاجه كبيره جدا طبعا وجميله يعني، بشكرك فعلا عليها. طبعا انا افتخر ان انا اعمل اغنيه لكابتن مؤمن زكريا، ده كابتن مؤمن زكريا طبعا على راس كل مصري وكل مصري بيدعي له، وان شاء الله يرجع بالسلامه ويرجع للملاعب تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا انا عايزك دي حاجه اكيد ان انت تقدم الشغل لاسره البرنامج، مش هتقدم لك انت بس الشكر، هتقدم طبعا للاستاذ محمد تقريبا الزغبي اللي هو كتب الاغاني دي الكلمات بتاعه الاغنيه. تمام سيد. تمام، عايز اعرف هي جات لكم الفكره ازاي؟ والله هو الشاعر محمد الزغبي طبعا فضل كبير عليا ان هو اللي كاتب الكلمات، هو قعد يفكر ازاي احنا كاهلاويه ما نعملش حاجه للكابتن مؤمن زكريا اللي هي تفرحه. هو الكابتن محمد اهلاوي الاول؟ اه الكابتن محمد الزغبي يعني اهلاوي. يعني الفكره جت من كابتن محمد. الفكره جت من كابتن محمد، حس ان هو مقصر في حاجه، ازاي ما اعملش حاجه للكابتن مؤمن زكريا، ازاي انا شاعر بكتب كلمات اغاني وكده ما اعملش حاجه ليه للكابتن مؤمن زكريا؟ ليه ما نحسسوش ان احنا كشعب وكجمهور هنبقى وراه؟ ففكر في الحته دي فكتب اغنيه، وطبعا لحنها الملحن تامر السيد وقال لي عليها، فانا بصراحه ما ترددتش على طول وقلت له ماشي. كلماتها جميله وبصراحه يعني هي كدعم او حتى طاقه ايجابيه للكابتن مؤمن، فهي حاجه كويسه جدا منكم، بشكرك جدا عليها. طبعا طبعا انا اول ما قال عليها انا ما يعني ما ترددتش على طول، قلت له انا على راسي من فوق ان انا اعمل الكابتن مؤمن زكريا، ده انا افتخر ان انا ابقى زملكاوي واعمل اغنيه للكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي. ما هو دي حاجه جميله جدا، دي تثبت الروح الرياضيه الجميله ما بين الاهلاويه وما بين الزملكاويه. طيب احنا الاول هناخد مداخله هاتفيه من علي من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. منورانا يا استاذه جهاد. ربنا يخليك، تسلم يا رب. الله يخليك. معاك يا علي من مطاي بلديات الاستاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا بيك وبكل اهل مطاي. منور تلفزيون الاستاذ عبد العزيز. ده بنورك يا استاذ علي. ايه اخبارك يا باشا؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ والله الحمد لله ما شاء الله عليك يا باشا، صوتك منور الدنيا والله. حبيبي تسلم لي يا رب، حبيبي تسلم لي. هو تحب تقول له ايه يا استاذ علي او تنصحه بايه؟ احب اقول له ان انت كده ان شاء الله بدات بدايه كويسه وربنا يوفقك في المشروع ده. ان شاء الله تكون خير عليك وعلى اهلك يعني هنا كلهم. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، شكرا يا استاذ. انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال. طيب قبل ما اروح فاصل عايزه اسالك على حاجه، طبعا انت عارف النهارده ان في ماتش الاهلي وبايرن، ماشي؟ طبعا. طيب عايزك تقول لي متوقع النتيجه ايه؟ انا متوقع باذن الله يعني ان الاهلي هيكسب ب2-1. ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه بتاع الاهلي بصراحه يعني بعيدا ان انا زملكاوي او اهلاوي، بعيدا عن ده كله اللعيبه نفسها بتلعب بروح الفالنه وعاوزين يكسبوا البطوله عشان يفرحوا الكابتن مؤمن زكريا. ان شاء الله. يعني هم عاوزين يكسبوا البطوله ويكسبوا عشان يفرحوا الكابتن مؤمن زكريا، وان الاهلي ان شاء الله ينكسب النهارده طبعا الكابتن مؤمن زكريا هيكون فرحان جدا. ده انت زملكاوي وطني قوي بصراحه. يومه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. معنا مداخلة هاتفية. ناهد من سوهاج، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تمام، خلاص هنرجع. بص يا عبد العزيز، انت كنت قلت لي قبل الحلقه، قلت لي انت عندك مواهب كتير، مش بس الموهبه بتاعتك مقتصره على الغنى بس، انت طبعا عندك موهبه تقليد تقريبا. اه طبعا. طيب، بقلد معلقين كره قدم. زي مين؟ زي رؤوف خليف، ده معلق من تونس بيعلق على دوريات عالميه كتيره. طب ممكن تقول لنا حاجه او اي حاجه منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، الليله ليله البايرن والاهلي المصري في قطر. سنقول لكم اينما كنتم طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الليله ليله الكمامات المامع، الاهلي المصري في مواجهه كرويه بين البايرن بطل اوروبا الذي تفوق على باريس سان جيرمان. والليله سيقود هذا موسيماني الذي سيحقق باذن الله الانتصار على بايرن ميونخ. لا، احنا انا هاخدك اوديك تعلق انا بعد. ماشي، معانا مداخله هاتفيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. ايوه استاذ محمد عثمان، مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. الله يخليك. اكلم الاستاذ عبد العزيز؟ اه اتفضل، هو سامعك. اتفضل. ازاي حال استاذ عبد العزيز؟ الله يخليك، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. محمد عثمان معاك حبيب، عامل ايه؟ انت عايز تقول لعبد العزيز حاجه يا استاذ محمد؟ اه، بحييه على روحه الجميله اللي هو عمله دوا، وبشجعه وربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله واياك يا رب. طيب، وانا بحييك يعني على روحك الجميله دي. حبيبي تسلمني، انا بشكرك جدا على اتصالك يا فندم. طيب، احنا عايزينك بقى تقلد حد تاني، ما تقلد لنا حد مصري بقى. مش هجيب لك حد معين، انت اختار وقول بقى. طبعا الليله كره قدم قمه بين الاهلي المصري والزمالك. الاهلي بتيشيرتاته الحمراء كالعاده، والزمالك بتيشيرتاته البيضاء. وليله من الف ليله وليله معاكم مدحت شلبي. طب ضيف لي عليها مساء الانوار دي عشان. يا مساء الانوار، كل سنه وانتم طيبين. لا بجد ما شاء الله عليك، يعني غنى وتقليد، في حاجة تانية لسه قاعدة؟ لا تمام كده. طيب، أنت كنت طموحك، عايز أعرف طموح عبد العزيز إيه؟ أنا طموحي إن شاء الله يعني يبقى إن أنا أذاكر وأجتهد في المدرسة، ده طبعا قبل أي حاجة، وإن شاء الله أجيب مجموع في الثانوية العامة وأخش كلية الطب إن شاء الله. طب هتقدر توفق ما بين دراستك وما بين موهبتك؟ طول ما في طموح مع الواحد اكيد طبعا هيوفق بين الاثنين، ادام هو راضي عن نفسه وراضي عن اللي هو بيعمله، فاكيد طبعا هيحاول ان هو يبذل جهد كبير عشان يطلع الموهبتين دول ويطلع كل حاجه عنده يعني. طب انت في ثانويه عامه يا عبد العزيز، طب ازاي مثلا بتفضي او بتخلي في وقت ان انت انا خلاص كده عرفت ان في حد بيكتب لك الاغاني، تمام؟ ازاي بتوفق ان انت ما بين تغني ما بين الغنى ده وما بين الدراسه بتاعتك؟ انا والله بيبقى يعني على حسب الدراسه مثلا، يعني انا الدراسه الامتحانات قربت طبعا بفضي نفسي من كل حاجه واذاكر وامسك كتب لحد ما اخلص امتحانات، وبعد كده ابص في الحاجه اللي بعدها. يعني انا لما عملت اغنيه مؤمن يا بطل، انا عملتها في الاجازه، ما عملتهاش في المدرسه. عشان ما اعملش توتر بين المدرسه والغنى، عشان لما ادي الحاجه حقها فتكون تطلع بامتياز يعني. طب مين اكتر حد في الاسره عندك بيشجعك على الموضوع ده؟ طبعا بابا بيشجعني جدا وبيقول لي ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي انت ماشي فيه، وامي طبعا بتقول لي، امي تعبت معايا كتير بصراحه يعني، وربنا يديها الصحه والسلامه ان شاء الله، وبتشجعني كتير والله. هو الدعم الاسري ده هو الاساس في نجاح اي شخص طبعا، دعاء الام ده الاساس طبعا. اه طبعا. طيب، انت كنت بتقول لي ان انت بتحب الغنى، طب ايه اكتر نوع انت بتحبه في الغنى، او النوع المفضل عندك في الغنى؟ انا النوع المفضل عندي في الغنى اللي هو الكلاسيك. الكلاسيك ده ايه هو معنى الكلاسيك؟ معنى الكلاسيك الاغاني الهادفه اللي هي مش ولا مهرجانات ولا راب. يعني ليها كلام، ليها معنى، الكلام بتاعها ليها معنى،
ليها ألحان معينة. طب أنت لو جات لك فرصة تغني مهرجانات هتغني؟ بصراحة مش هرضى أنا أغني مهرجانات. طب ممكن تسمعنا حاجة كلاسيك كده؟ أنا زعلتك في حاجة، طب إيه يا حبيبي هي؟ بتدار عينك ليه لما بتيجي في عينيا؟ وحكايتك بس إيه؟ فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبة حاجة ما تصعبهاش عليا. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، مقدرش أسيبك تتألم. ساكت يا حبيبي ليه؟ أنا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيك. قولي حبيبي بصراحة، ومشاعرك ليا سيبها، الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها. خايف عليا لكن حاسس بمسافة بينا، في حاجات غالية علينا بتضيع يا حبيبي من. عايز تعاتبني عاتب، طب ليه عمال تفكر؟ ما هو ده الوقت المناسب قبل الأحزان ما تكتر. يا حبيبي سايبني ليه؟ حاسس بالحيرة دي، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. الله على انه واحده فيهم، على دي ولا على بتاعت كابتن مؤمن، ولا على انه واحده يعني. لا ما شاء الله عليك بجد، صوتك جميل. بص انا معايا مداخله هاتفيه، هشوفك تعرفها انت الاول ولا لا. ماشي الغاز بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا ام حبيبه. معاكم ام حبيبه. اتفضلي. طب ممكن تسمعيني بس من التلفزيون؟ من التليفون. سوري من التليفون. وطي التلفزيون. تمام. ايوه كده سامعه حضرتك. اتفضلي. ماشي حبيبتي. انا ابو حبيبه عمته، عمه عبد العزيز. ما هو بصي لي كده خلاص عارف. انا عايشه في القاهره ومتابعه القناه بتاعتي الجميله جدا وبرنامج الجميل قوي. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي، ده شرف ليا طبعا اكيد. حبيبتي. وبعدين عبد العزيز ده الله اكبر عليه، والله انا بتشرف بيه باللي هو عمله ده والله. الله يكرمك يا رب. لا هو موهبه جميله وبصراحه صوته جميل وعنده طموح حلو جدا. فبرضه انا بتمنى الاصرار ده يبقى عند الشباب بتوعنا كلهم، مش بس شباب يلمنيا بس، مصر كلها يعني. والله ربنا يوفقه، والله ده منور والله. وانا عايزه اكلمه اقول له انت منور قوي يا عبد العزيز. تنورك والله يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. الله يخليك يا حبيبي، وحشتني قوي والله. والله العظيم انت عسل قوي، ان انت تغني لواحد اهلاوي وانت زملكاوي ده حاجه جميله قوي يا عبد العزيز. يعني ده يثبت برضه ان هو حد جميل من جوه، يعني حد كويس. والله لا ده هو بصراحه من صغره وهو عبد العزيز هو عنده طموح كبير قوي. ربنا يوفقك يا حبيبي. انت تنصحيه بايه طيب؟ بما ان انت اكتر حد عارفه تنصحيه بايه؟ هو ان شاء الله يلتزم بالتعليم الاول، ومعاه برضه ربنا يشجعه في صوته جميل قوي يتدرب. بس هو الله اكبر عليه، صوته جامد جدا، وربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. انا بشكر حضرتك جدا على اتصالك. طيب نرجع بقى. ايه عايز اسالك، انت دلوقتي غنيت البهاء سلطان صح؟ طيب انت نفسك تغني مع مين؟ لو جات لك الفرصه تغني مع مطرب من المطربين، نفسك تغني مع مين؟ انا لو جات لي الفرصه ان انا اغني مع مطرب طبعا اكيد هيبقى تامر حسني، بهاء سلطان، محمد فؤاد. ان انا بحب بصراحه بحب صوتهم جدا يعني. طب مين اكتر حد مثلك الاعلى برضو في الغنى يعني؟ طبعا الفنان حمزه نمره طبعا، وتامر حسني برضو بصراحه. طيب احنا هنوقف، عايزه اسمع حاجه للاثنين. يلا سمعني بقى حاجه للاثنين. هتسمعني مين الاول؟ نسمع تامر حسني. طيب ماشي.
انا مش هخاف المره دي بعد العمر سنين من الخوف، مش هكون انسان عادي، انا هتحدى اي ظروف، هوصل لك حتى لو عارف اني ممكن اموت، هوصل لك ولازم تحسي باللي حبك موت، ولو ايديكي ما لمستش ايديا كفاية عليا اموت وانا شايف لفتك عليا. عايزين نسمع بقى الحمزة. وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب اقوله اقف يا ايه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا، فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك وما قدرتش تيجي هناك، هستناك المرة الجاية. لا احنا فاضيين على فكرة يعني. احنا فاضيين النهاردة نسمع كتير يعني. بس معانا مداخلة هاتفية، محمد من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس معلش ممكن تسمعني بس من التليفون؟ انا عايز اقول له ربنا يبارك لك يعني، وينور لك طريقك ان شاء الله يعني استاذ عبد العزيز، يعني صوته جميل بصراحه و احترفني كده، فحسيت ان انا اشجعه يعني بصراحه واشكره. انا بشكر حضرتك جدا على اتصالك، يعني حد من الفيوم هو متابعك يعني دي حاجه كويسه على فكره دي. طبعا ده انا افتخر بكده. تمام. انا كنت عايز، انت غنيت قبل كده في اماكن بره المدرسه، انت قلت لي ان انت شاركت في المدرسه بره المدرسه، ما غنيتش قبل كده في اي مكان؟ لا غنيت بره المدرسه في حفلات تحفيظ قران، كنت بغني اغاني دينيه. وحفلات كتير يعني، رحت كتير حفلات كتير غنيت فيها اغاني دينيه كده. حلو. طب ما تسمعني حاجه دين. تسمعك حاجه دين. هي بس شفت يا ما ناس منى تعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش احلى دنيا عندنا تساويش الا معاك يا رسول الله، وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوق في زد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. عليه افضل الصلاه والسلام. لا ما شاء الله عليك يا عبد العزيز. احنا بس هناخد مداخله هاتفيه من المنيا. استاذ احمد السلام عليكم. طيب تمام ماشي. بص يا عبد العزيز، انت دلوقتي طبعا ناس كتير، انا ملاحظه ان في كتير خالص ناس بتشجعك. ملاحظه وفعلا انت صوتك يستاهل ان حد يشجعك فعلا. طيب مين اكتر حد انت بتوجه له رساله من هنا، رساله شكر من هنا، لان هو واقف جنبك وشجعك لحد مثلا ما انت جيت هنا؟ طبعا اوجه الشكر لاهل قريتي، هم اللي وقفوا جنبي في الاغنيه بتاع مؤمن يا بطل، وهم اللي سندوني بصراحه، وهم اللي قالوا لي استمر واحنا هنفضل في ظهرك على طول لحد ما توصل لحلمك. واهلي طبعا يعني بيشجعوني كتير وعلى طول، وبيقولوا لي استمر في حلمك عشان تحققه، وان شاء الله ربنا هيوفقك في كل اللي جاي، وانت صوتك جميل. ربنا يوفقك وانت حد كويس جدا، حتى من جواك حد بني ادم كويس. وهناخد مداخله هاتفيه من محمد من مدينتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اولا برحب بحضرتك، برحب بالاستاذ عبد العزيز. خليك تسلم. تسلم يا استاذ محمد. وبقول له ربنا يوفقك واستمر، وانت صوتك جميل على فكره، واحنا كلنا وراك. حبيبي يا استاذ محمد تسلم لي يا رب. في حاجه حابب ان انت تقولها لعبد العزيز، نصيحه او حاجه؟
ايوه طبعا ان شاء الله هو يستمر في كده في الغنى، وان شاء الله ربنا هيكرمه يعني، ما ييأس ولا حاجه، يخليه متفائل كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال. عبد العزيز، انا هسال بقى، هكلمك، انت قلت لي في الاول ان انت عايز تبقى دكتور، او طموحك ان انت توصل تبقى دكتور، صح؟ آه. طيب لما ربنا يكرمك وان شاء الله هتوصل، طول ما انت عندك الطموح ده والاساس ده والحاجات دي هتوصل ان شاء الله. هل انت من جواك كده عندك اصرار ان انت هتكمل في الغنى برضو؟ اه ان شاء الله انا عندي اصرار ان انا اكمل في التعليم واكمل في الغنى طبعا. الاثنين؟ الاثنين طبعا. هتقدر توفق بينهم؟ ان شاء الله. طيب انت لو ربنا كرمك ومشيت في مجال الغنى، طيب هل انت في حاجه معينه حابب ان انت تعملها في المجال ده او توصل لها؟ يعني الغنى الكلاسيك زي ما انت قلت، ولا مهرجانات، ولا ايه؟ لا انا حابب ان انا ابقى مطرب، الاغاني بتاعتي تبقى كلامها ليه معنى الناس تعرفه، يعني يتاثر في اي حد، يعني مش كلام وخلاص كده، لا كلام ليه معنى في الحياه اليوميه بتاعتنا، عشان حتى لو اللي يفهم المعنى ده يحاول يطبقه على نفسه حتى لو هو مش في الحياه دي. يعني عاوز اوصل لك ان هو الاغاني بتاعتي ان شاء الله تكون هادفه للمعنى. تمام. طب ممكن تسمعني حاجة تانية؟ سمعك أغنية أنا طبعا أهديها لكل أخت في مصر كلها. بقول كلام الدنيا ما يكفيش، على قلب أغلى من الذهب والماس، من حسن حظي إني في حياتي أعيش، وانا جنبي اجمل اخت بين الناس، هي اجمل ما فيا، احن قلبي بعد امي، هي روحي وعينيا، تملي جنبي وقت همي، كفايه نفسي الدم دمي، كان منايا اهديها كون مليان ورود، اهديها نجمة من السماء واجبها ليها، اهديها ايه وهي اغلى ما في الوجود، لو جبت حتة من القمر ما يلقش بيها، هي أجمل ما فيا، أحن قلبي بعد أمي، هي روحي وعينيا، تملي جنبي وقت همي، كفاية نفسي الدم دمي، عيوني بتقولي إن دي أجمل عروسة، يمكن عشان غلاوتها زايدة حبتين، مبروك يا غالية وفوق جبينك مني بوسة، ده النهاردة الفرحة عندي فرحتين، هي أجمل ما فيا، أحن قلبي بعد أمي، هي روحي وعينيا، تملي جنبي وقت همي، كفاية نفسي الدم دمي. ده انا هسقف لك وورا الشاشه البنات كلهم بيسقفوا لك. ودلوقتي هيبقى في ثوره عليك من الاخوات الصبيان، فاحنا مالناش دعوه بالحوار ده. احنا معانا مداخله هاتفيه، محمود من اسيوط، السلام عليكم. فصل. تمام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. انا احب اهني الاستاذ عبد العزيز على صوته الجميل ده والله. حبيبي تسلم. انت حابب تقول له حاجه؟ اي والله انا بحييه وبشجعه على صوته دوتي، وبصراحه ربنا يعني اول مره الصعيد يطلع حد كويس يعني. ده هو الصعيد بيطلع كتير. لا استنى هقف معاك انا على الحته دي، الصعيد بيطلع كل حاجه كويسه يعني. لا بس مش في الصوت الجميل دوت.
لا والله حبيبي السعيد حبيبي مليانة والله. مواهب، بس اللي عايزة اللي يكتشفها ويطلعها. السعيد كلها مواهب. اه والله معاك حق في الكلمة دي والله. انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال. والله طيب انا بصراحة الاغنية اللي انت قلتها دي بجد انا يعني جميلة يعني، وانت ما فيش حاجة قلتها النهاردة كانت مش حلوه يعني، هي جميله. ربنا يكرمك. والاغنيه دي بالذات تلاقي كل البنات من ورا الشاشه، انا بقولها لك اهو كلهم شغالين بقى بيسقفوا لك. بس قول لي انت ليه اخترت ان انت تكتب تقول اغنيه زي كده، ما قلتش ليه مثلا على الاخوات الصبيان؟ طبعا اكيد لها قصه يعني. بحيي اي اخت طبعا كده. وعشان اختي بصراحه يعني بتقف جنبي في حاجات كتير قوي يعني. هي انا اول حاجه عرفتها ساعه قبل ما اعرف اي حد اللي انا هعمل اغنيه كذا، هي اللي انا عرفتها هي، وهي اللي وقفت جنبي، وهي اللي قالت لي استمر وانا هفضل معاك وهخلي كل اصحابي يشجعوك على اللي انت فيه ده، وان شاء الله ربنا هيوفقك في اللي جاي. فانا بصراحه حبيت ان انا اهديها الاغنيه دي. هي حاجه جميله جدا، وطبعا الاخوات دايما سند يعني. طبعا. مش بس هي، الاخوات دايما سند عامه يعني. طبعا. طيب احنا معانا مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام هالة؟ جهاد. أنا عايزة أسمع صوت عبد العزيز في القرآن. في القرآن؟ في إيه؟ أه. حاضر. ماشي. في أي حاجة طيب؟ طب أنت الأول مش عارفين بنفسك الأول؟ أما أنا عرفت الأستاذ اللي كان معايا على التليفون. أنت عارفة مين عبد العزيز؟ وكان عمته وامه. ده هو اصلا بيفكر لسه. عمته وامه. عارفه. اهلا وسهلا بيك. انا شجع جدا وصوتي جميل خالص، وشجع في قناه اللي عامله البرنامج معايا. ربنا يخليك يا رب. احنا ده ان شاء الله هيستجيب لطلبك دلوقتي، وهسمعك حاجه في القران برضه. احب اسمع صوتي في القران. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله. طيب طلب من عمتك هتقدر ما لا طبعا. ده فوق راسي طبعا، ده الست الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا ورائكم، قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم صدق الله العظيم. الله، وده احسن ما نختم بيه برنامجنا بصراحه. ده طبعا. احسن ما نختم بيه خير طبعا. الكلام يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده احسن طبعا. حاجه بختم بيها برنامجي. وانتظروني في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع الجهاد.